عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة سوس تي في. كما قاعدين تشوفوا احنا متواجدين الان في وسط مدينة سوسة، بالضبط قدام معهد الذكور بسوسة. جينا باش نسألوا باش ناخذوا رأي التلامذة حول المقترحات اللي خذاها ولا اللي اقترحها السيد نجي جلول وزير التربية بخصوص السيمستر، موضوع السيمستر وموضوع سنبلوكي. نتبعوا من بعدنا هذا التقرير. صباح الخير. خير. كي نسألك شراك في المقترحات نتاع قانون القوانين اللي باش تصدر معنا بخصوص التلامذة، بخصوص سمن بلوكي، بخصوص السيمستر؟ هذه حاجة ما تساعدش جماعة البكالوريا، أما تساعدنا نحن جماعة التروازيم مثال، خاطر تنقص علينا شوية دروس، بما إنه هما قالوا شي نقصنا دروس. أما بجماعة أما خاصة جماعة الباك اللي هي ما تساعدهم جملة، خاطر تطيح في ماتير راك ما عادش تنجم تهزها بماتير أخرى. لا والله ما عجبنيش القرار، نحن وديجا عملنا إضراب لهنا، ما عجبني جملة زاد القرار، خاطر كيكا باش يولي عنا برشا وقت، كيكا كل واحد ما يقولها باش نوخر باش نوخر باش نوخر باش نعد، معناها مش راجع مرة أخرى باش مرة أخرى مرة أخرى، من بعد يتلمدوا الدفورات يتلمدوا الدروس باش نتلقانا مرتاحين جملة. بالنسبة لوزارة التربية والقراح الجديد اللي هبطتو راه يضر في بعض التلامذة كيما ينفع تلامذة آخرين. بالنسبة للعبيد اللي طايحين في المعد، كانت عندهم زوز فرص للتدارك وينقضوا العام الدراسي نتاعهم، كانت عندهم فرصه بركه، ولكن فيها ايجابيات للتلامذة اللي جايبين معادلهم، على خاطر هما عندهم فرصه اكثر باش ينجحوا باحتساب العدد الافضل، وهذا كيفاش كل تلميذ وكيفاش يراه في صالحه ولا ضد. يعني بالنسبه لي في صالحي، خاطر عندي معيني ونخدم على روحي وان شاء الله نجيب معدل خير ان شاء الله. والله كان جاونا من اول العام وقالوا لنا، جاونا في وسط العام يقولوا لنا ما يجيش، فهمت؟ والله فما شكون كما واحد يبدا معمل او في اول تريميستر مثلا جايب مش جايب معدلين ويجي في باله باش يرقع بتريميستر ثانيه ولا ثالثه، يردهم تريميستر برك ما يجيش، فهمت؟ وكان قالنا من اول العام خير. نقول لك سنجي جلول ظلمنا برشا، قاعد يعطي في قرارات نورمالمون غلطه ما تجيش هكاكا، هو نورمالمون من الاول قبل معناه من اول العام قلنا راهو مثلا قبل ما نرجعوا في الصيف يعطي القرارات نتاعو، يقدم القرارات، يعطي اقتراحات جديده وكل شيء باش نحن نعرفوا على شنو قادمين. هو صعب علينا كي حتى هذه السداسيه، نظام السداسي معناه الواحد يولي بالسيف عليه باش يجيب معدل قوي باش ينجم طلعت لنا قانون نحس من بلوكي، تو جرب في قانون اخر وكل مره نطلع لنا حاجه، جرب في حاجه اخرى ركض، راه الحاجات اللي جرب فيهم راهي ضد التلامذه. والله بالنسبه لي يعني كونتر كومبليتمون فاست السيمستر هذه، خاطر بالنسبه لي نحن سنسنا ب 3 سيمستر وسنسنا بباك بلون، بالنسبه لي نحكي كاتيديونت بكالوريا، بالنسبه للسيمستر تحسها باش دخلنا بعضنا شويه باش ناخذوا برشا. والله القرارات لما حاله ما تقلقناش، القرارات معناتها تجي في صالحنا، خاطر القرارات هذيا باهيه معناتها تنجم معناتها تتاهل الباك معناتها برانسيبال وكل معناتها مش مشكل، ما فماش مشكل معناتها انا عادي معناتها. والله هكاك خير على خاطرش ننجحوا معناها سهل النجاح هكاك، وبالنسبه للسنه معناها احسن اقتراحات كانوا يقعدوا على تو كيما هكا خير. مش حاسب رايك عليه؟ على خاطرك شي على خاطرك شي معناها توا كيما واحد يجيب سبعة كانت ترميستا ذية معناها يجيب 11 ينجحتو، معناها كيكا معناها نجح سهل. والله أني وحدة تلامذة سامة ما عجبتنيش الجملة زاد منعرفش، كنحس خاطر يقولوا لنا معناتها في الدفوارات كي كنا عاديين نراجعوا كان قريناهم دروس اللي قريناهم، تو باش نوليو نراجعوا اللي قبل قريناه في التريمستر الاولى مع التريمستر الثانيه في الثالثه.